بعد قرار تخفيف الحجر وإعادة فتح محلات الملابس والأحذية، تجولنا بكاميرا تلفزيون بسوق دبي بباب الزوار لرصد مدى احترام الإجراءات الوقائية، فلمسنا وعيا حقيقيا من طرف المواطنين وأصحاب المحلات على حد سواء. درنا الجل على رونتري وما ندخلوش بكمية كبيرة، الحمد لله راهم يتبعوا، نقولوا 80-90% ما يجوش بلا لي بافات. ندخلوا بالواحد تعقيب جافيل نورمال، ما من مشتري راه متفاهم هذه الوضعيه. اشياء منظم هنايا على كل حال، سواء من التجار او من المشتريه. الامر يتعلق بالوباء هذا، ان شاء الله كما يقول لك ربي يرفدوا علينا ان شاء الله. اخذ الحيطه والحذر ما يزال مطلوبا، فتخفيف الحجر لا يعني بالضروره زوال الوباء.